أن عشائر في مدينة حلب أعلنت وقوفها إلى جانب الجيش السوري في مواجهة المسلحين، وذلك بعد المجزرة التي ارتكبها بحق المدنيين في المدينة. وقد أظهر شريط فيديو مسلحين من جماعة المعارضة السورية يقتادون رجالا عزلا إلى مكان ارتكبوا فيه المجزرة في مدينة حلب شمالي البلاد. وأظهر الشريط المقاتلين وهم يحيطون بأحد هؤلاء الرجال الذي غطت الدماء وجهه جراء الضرب قبل أن يضعوه قبالة حائط، واصطف آخرون إلى جانبه، وبعد ذلك فتح المسلحون النار على الرجال العزل وسط هتافات وأهازيج احتفالا بما قاموا به.